لا تخاف تحلم ولا تخاف تسوي كل اللي تقدر عليه حتى تحقق حلمك، لكن وألف لكن لا تعيش في حلمك. معقولة أكو تناقض بكلامي؟ أبداً أبداً. إنك تحلم وتشتغل على تحقيق حلمك هو شيء طبيعي، بس من المرفوض إنك تعيش حلمك بعيداً عن الواقع مالتك. ميز بين الحلم والواقع، ميز بين العيش بالحلم وبين العمل على تحقيق الحلم. وضحت؟ وبسرعة من رأى ننقلكم واقع كنا حلم بس بالحقيقة هو موجود، واقع إيجابي من العراق رغم كل التحديات. حياكم الله. في هذه الحلقة ستسرون لمشاهدة التالي: رغم ما يواجهه من عقبات، إيجابيات مسرح الطفل ترافق الأطفال دهرا. اكتشاف حانة سومرية تعود ل5000 عام في جنوب العراق. الصفارين، سوق نحاسيات يدوية في الموصل يروي تاريخ حرفة بدأت مع القرن 13. لجهوده وعلمه، الأمير ويليام يمنح طبيباً عراقياً رتبة ضابط في الإمبراطورية. بعد رحلة نزوحها إلى العراق، مهندسة معمارية تغير تخصصها جذرياً. لما نحكي عن الأحلام والصورة الأجمل عن الأوطان وبناء الأوطان، حكماً لازم نحكي عن بناء الأطفال وبناء عوالم بتنمي مواهبهم ومخيلتهم. ومسرح الأطفال إلى العديد من الفوائد على الأطفال وأهاليهم. وعلى الرغم من تراجع الطلب على مسرح الأطفال أو صفوف الدراما في مدارسنا، إلا أنه كل فترة ترجع محاولات لإحياء مسرح الطفل، خصوصاً أن العراق قدم عدداً كبير من الأدباء والمسرحيين اللي أثبتوا أهميتهم على الصعيد العربي. ومن أبرز الأسماء في عالم مسرح الأطفال الباحث المتخصص في أدب ومسرح الأطفال الدكتور فاضل الكعبي اللي ينضم لنا من بغداد. يا أهلاً وسهلاً بيك في برنامج سرة من رأى. أهلاً وسهلاً، يا أهلاً ومرحباً دكتور فاضل. أهلاً ومرحباً بكم وببرنامجكم. دكتور فاضل، أولاً أريد أسألك سؤال عندي فضول من عنده. ليش نشوف تراجع كبير في مسرح الأطفال، خصوصاً أن المدارس الحكومية والخاصة تحول ميزانية هذه الصفوف لمناهج أخرى؟ هل هو تقليل من أهمية المسرح والدراما؟ مسرح الأطفال ضرورة ملحة جداً 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 للأطفال، لأنه ينمي قدراتهم وينمي قابلياتهم ويمنحهم الطاقة الكبيرة بكل المعارف والجماليات والممكنات التي تساعدهم على بناء شخصياتهم وبناء قدراتهم. هذه النقطة اللي هذه النقطة كلش مهمة اللي دا تذكرها، لأنه التربية تتكون مع الطفل الأغلبية تصير بالمدرسة، لأنه يتعاملون مع بعض أو كي يشتغلون كفريق، وهذا ممكن يكون ثقة لهم ويكون شخصية أفضل. فبما أنه أنت ذكرت عن أهمية المدارس أو المسرح، مسرح الطفل، ممكن تقولنا عن هذه النقاط أنه شون ينعكس على شخصية الطفل لما يتعلم بمسرح الأطفال؟ بالتأكيد هناك العديد من القيم والمعايير الأخلاقية والمعايير التربوية التي يتعلمها الطفل من خلال الأسرة ومن خلال المدرسة ومن خلال المجتمع. هذه الثلاثية هي التي تربي الطفل، ولكن هناك قصور، بعض القصور في المؤسسة الأسرية لتعليم الطفل وتربيته، وكذلك أيضا في المؤسسة التربوية. أما المؤسسة الثقافية التي يبرز فيها مسرح الطفل فهي لا يمكن أن تجدين فيها قصورا لتربية وتنمية الطفل.
يعني أنا أتوقع كل الأهالي اللي عندهم أطفال نعم من بعد هذا نعم الكلام وتسليط الضوء على أهمية تكوين شخصية الطفل من خلال المسرح، ممكن المفروض الكل بعد نعم هذه الحلقة يسجلون أطفالهم بمسرح بالتأكيد الطفل. ودكتور، كل فترة إحنا نشهد بالعراق بالتأكيد محاولات لإحياء مسرح الطفل، هذه نشوفها هواية، مرة من نعم خلال المسرح الجوال، ومرات نعم من خلال تنشيط المسرح المدرسي، انطلاقا من نعم أهميته وعبر برنامج سر من رأى. شلون برأيك يجب أن ينشط ويزدهر مسرح الطفل في العراق؟ بالتأكيد أنا شخصياً تابعت هذا الموضوع منذ أكثر من 45 عام. مسرح الأطفال بالعراق هو مسرح نشط ومسرح غني بتجاربه وبتاريخه وبمنجزه المسرحي الكبير. مراحل نهوض هذا المسرح بدأت بالسبعينيات، ونشط هذا المسرح وقدم نشاطا كبيرا ومسرحيات ذات قيمة مسرحية وقيمة تربوية وقيمة معرفية، ولكن بعد سنوات مر المسرح بمراحل متعاقبة من النهوض والهبوط، من التقدم والتأخر. ولكن للأسف الشديد نجد الكثير من المسؤولين عن المؤسسة الفنية في العراق لا يعون، أو بالأحرى لا يهتمون بهذا المسرح أبدا. احنا نعم في برنامج سر من رأى ده نسلط الضوء على أهمية وجود مسرح الأطفال، وأتوقع من خلال هذا نعم اللقاء أتمنى أنه صوته ممكن يوصل ويسوي تغيير من خلال الدولة ومن خلال أتمنى الأهل ومن خلال الناس اللي ممكن ترجع مسرح الأطفال بعد ما ذكرت كل الفوائد نتمنى وأهميته. أريد أشكرك مرة ثانية نعم الباحث المتخصص في أدب ومسرح الأطفال الدكتور فاضل الكعبي، شكرا لك وشكرا على تسليط الضوء على أهمية مسرح الطفل، وإن شاء الله بسرة مرة نسمع أخبار تسر ويرجع المسرح ويعيشون بيها إن شاء الأطفال الله مرة أخرى. شكرا لك. نتمنى راح ننتقل هسه إلى جنوب العراق، أرض المدن الأولى اللي اكتشفوا بيه علماء آثار أمريكيون وإيطاليون حانة سومرية تعود إلى نحو 5000 سنة، وتحتوي على نظام تبريد يشتغل مثل الثلاجة، وعلى كراسي وهدوم بها بقايا طعام. عادة لما ندور في الآثار والتاريخ ندور أكثر بحياة الملوك ورجال السلطة والدين وشلون عاشوا حياة الرفاهية، بس هذا الاكتشاف يقربنا أكثر من يوميات الناس العاديين وشلون عاشوا حياتهم. راح نرجع 2700 سنة إلى ما قبل الميلاد ومدينة لكش السومرية التاريخية في محافظة ديقار. استطاعت البعثة العاملة في موقع لقش الآثاري من الكشف عن آخر تنقيباتها في موقع لقش، والتي كانت عبارة عن حانة للأكل مقسمة إلى قسمين. القسم الأول وهو عبارة عن غرف تحتوي على دكاك للجلوس وتناول الطعام، أما القسم الثاني وهي باحة لتناول الأطعمة في الهواء الطلق. وجد أصداف سمك وعظام، وما يدل على أن هذا المكان كان يستخدم كمطعم ومكان لطهي الطعام للعمال، وهذا إن دل يدل على أن هذا السومريون القدماء وحضارة وادي الرافدين كانت تستخدم المطاعم والحانات في قبل 5000 سنة قبل الميلاد. أثرى هذا الاكتشاف حضارة وادي الرافدين بمعلومات مهمة عن صناعة الفخار والدمى الطينية.
الموقع الأثري اللي تم اكتشافه بذي قار يؤكد مرة ثانية على أهمية تاريخ العراق بآثاره وحضاراته المتنوعة. ومثل ما أكو الآثار والتاريخ، همينا بالموسيقى. فالمقام العراقي جاب الوطن العربي والعالم وخرجت منه أجمل الأغنيات، من فوق النخل لعنابي وأوعدك. يوما ما كانت أصوات مطارق اللي تشكل النحاس تملي زوايا سوق الصفارين بالموصل، وكان النحاس يلمع بكل أرجاء السوق، وعبارات الإعجاب من الزوار بجودة المنتجات تملي كل أزقة السوق. بس اليوم هذا المشهد تغير ويدخل المنتجات الأرخص سعرا مجال المنافسة. بس هذه الحرفة كانت ورح تبقى جزء مهم من تراث العراق والموصل، وهي فعلا تستحق كل الدعم. كلمة الصفار على لونه الأصفر اللي هو الخام، النحاس الأصفر أو النحاس الأحمر، فمشيت كلمة صفار عندنا بالموصل هاي من قبل أكثر من 800 سنة. فالصفار صناعة النحاسيات وصناعة الأباريق، صناعة الدلات، صناعة الأواني المنزلية. وأنا هاي توارثتوها أبا عن جد. جدي الخامس صفار قبل 300 سنة تقريبا، كان يشتغل صفار جدي الخامس، وبعدين توارثناها إلى أن حد هذا اليوم أنا متمسك بها واعتز بها لمهنتنا. أكثر السواح اللي يجون كانوا ما يجون على سوق الصفيرين يسمعون صوت الطرق، وكانوا قبل الصفيرين أكثر كانوا على مد بصرك تجمع الصفيرين على الجيتين من هوني ومن هوني، كلهم طابوا طيب وطابوا طيب بالتشكيشيك مالهم. ضمن اللي اعتز بينه وابدعته بشغله وعملته مستحيل لاجل ان اعمله اللي هو هذا الابغيق، اشتغل نفسه شجاع بن منعى الموصل اللي قبل 790 سنه بالعهد الاتابكي اشتغله، ولا زال الساعه هو بمتحف بريطانيا. ومن الموصل راح ننزل باتجاه كركوك لمكان ولادة لاعب كرة القدم السابق النجم يونس العبيدي، ومنها ننتقل بجولة على أهم محطات حياته.
الكابتن يونس العبيدي نجح بالعراق وخارجه، مثل الطبيب العراقي البريطاني الدكتور علي صادق جواد اللي منحه ولي العهد البريطاني الأمير ويليام رتبة ضابط في الإمبراطورية، وهذا عن جهوده في الرعاية الصحية اللي بذلها خلال مسيرته. أستاذ أمراض المفاصل والعظام بمركز ويليام هارفي للأبحاث بجامعة لندن الدكتور علي صادق جواد ينضم لنا من لندن. يا أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا أختي العزيزة. دكتور، بداية أنت ولدت في كرادة مريم وتخرجت من جامعة بغداد بتخصص الطب، احكي لنا عن مخرجات التعليم وقتها. والله كان مستوى التعليم في العراق ممتاز جدا، لأن أنا الثانوية كانت قلت في كلية بغداد وطلعت الأول على العراق عام 1968 ودخلت كلية الطب جامعة بغداد وتخرجت عام 1974، والتدريس كان جيد جدا. خدمت في العراق وفي الخدمة العسكرية، ومن جيت إلى بريطانيا عام 1978 أنا وزوجتي نجحنا بالامتحان حتى يسمح لنا نشتغل في بريطانيا، نجحنا رأسا. إحنا وصلنا بنهاية الصيف ونجحنا بالشهر 12 في نفس السنة، فكان مستوى التعليم ممتاز جدا في العراق، وما كان ما كنا نلاقي صعوبة في الامتحانات مثلا، وحصلنا على الوظائف بسهولة وقدمنا والبقية صار تاريخ. التاريخ ناجح ومستقبل ناجح. دكتور، أنت اشتغلت عدد كبير من المناصب، منها منصب نائب رئيس كلية الطب الملكية البريطانية، وتقلدت عددا من المسؤوليات بينها المدير الطبي العالمي وسفير الطب البريطاني. ليش تشوف عدد كبير من الأطباء البريطانيين من أصول عراقية أنه كل النجاح اللي عندهم برا وخارج العراق؟ يعني مثل حضرتك أنت نجحت بالعراق ولكن كملت النجاح خارج الدولة، وإذا نشوف اليوم أغلب الأطباء العراقيين النجاح مالهم يصير خارج الدولة، خارج العراق، ليش برأيك؟ السبب لأن أكو تنافس عادل، يعني من تقدمين على وظيفة وإذا كان لديك القابلية والمهارات والعلم فمن الممكن أنه تحصلين على هذا الوظيفة أو هذا المركز. ماكو محسوبية ولا منسوبية ولا الدين أو العرق أو منو أقربائك ومنو أصدقائك. الشخص اللي شخصك ونفسك وعملك هو اللي يخليك تحصل الوظيفة اللي تقدم عليها. كونك أنت نجحت من أول مرة ومسيرتك اللي المهنية في لندن عريقة جدا، وصلت لدرجة أنك تكرمت وحصلت من ولي العهد البريطاني الأمير ويليام تكريم، فأريد أعرف شنو كان شعورك أنك أنت طبيب عراقي أخذت هذا التكريم؟ أولا كان التكريم من جلالة الملكة إليزابيث بعد في 1/1 بعد هذا شيء أعظم 22، بس بسبب مرضها ووفاتها فاللي قدم لي الوسام كان الأمير ويليام أمير ويلز. طبعا يعني فرحة كبيرة جدا وتقدير لجهودي خلال يعني هاي المسيرة الطويلة لتقريبا 50 سنة، وتقدير مو بس إلي، إلى زوجتي وأخوتي والمرضى مالتي ومرضايا يعني. صحيح. فالحمد لله يعني واحد يكون شاكر، خاصة أنه أنا بالأصل أجنبي عراقي ومتخرج من العراق، أنا ما متخرج من بريطانيا. أنت همين ذكرت أنه الأساس والدراسة هي بالعراق، وإن شاء الله يعني الدراسة تظل قوية بالعراق وتظل رفعة رأس وفخر للكل. إذن شلون يقدرون الأطباء العراقيين المقيمين داخل الوطن أنه يطورون من القطاع الصحي اللي هناك؟ اولا حتى نطور، لان انا اشتغلت في
مع دول كبيرة، يعني من جامايكا، الدول الأفريقية، دول الخليج، سنغافورة، الهند، الباكستان. دائما الطلب يجي من الدولة، يعني الدولة تحدد تقول أنا محتاجين مهارات في اختصاص معين، أو إحنا محتاجين مهارات في تطوير إدارة المستشفيات، أو محتاجين إلى تدريب أفضل. فالمفروض أنه في الجهات المسؤولة في الدولة العراقية أنه تطلب تفاتح أما الأطباء العراقيين أو الجهات المسؤولة، وممكن إحنا نسهل هاي العملية، يقولون أنه إحنا محتاجين 1 2 3، فممكن نساعدهم. بس مو صحيح أنه مثلا الأطباء العراقيين يكتبون رسالة أو يدزون إيميل يقول والله إحنا مستعدين نساعدكم. المفروض الطلب يجي من صاحب الحاجة، ويمكن ما محتاجينه، لو محتاجينه كان دقوا الباب علينا. صحيح. أتمنى أنه القطاع الصحي بالعراق يتحسن كل يوم، والعراق تولد دكاترة اللي رفعت رأس مثلك دكتور. وأصلا إحنا لما نقول لك عراقي يعني أكيد دكتور. الأهل دائما يفضلون أنه أكو دكتور بالعائلة، وأصلا السمعة مال العراقيين أنه أحسن الدكاترة هم دكاترة عراقيين. أستاذ أمراض المفاصل والعظام بمركز ويليام هارفي للأبحاث بجامعة لندن دكتور علي صادق جواد، شكرا لك في برنامج سرة من رأى، ونتمنى لك النجاح الدائم. ومن قصة عراقي نجح وتألق في المهجر إلى همسة سورية اللي نجحت وتألقت في العراق. المهندسة المعمارية السورية همسة انتقلت للعراق سنة 2018 حتى تبدأ حياة جديدة، وقررت تسوي تغيير جذري بتخصصها وتحقق بها علامة مختلفة. كان أخوي قبلنا بفترة هون، لما ساءت الوضع بسوريا وبطل فيه شغل وساء الوضع الاقتصادي كثير، فهو يطلع لهون على العراق. فبعد فترة نحن لما أنا تخرجت وخلصت جامعتي، فقررنا نطلع كلنا. بعد ما خلصت هندسة عمارة اشتغلت فترة قصيرة بسوريا، طلعت لهون بلشت ما اشتغلت بالهندسة المعمارية، لأنه بعد ما خلصت عمارة ما لقيت صراحة حالي كثير بهندسة العمارة. درست جرافيك، عملت كورسات، اختصيت بالجرافيك أكثر، فتت بالمجال أكثر، حبيته بصراحة لأنه كان عندي دائما نظرة للجرافيك أكثر. هلق ما كان في صعوبات، بس كانت فكرة أنك تنتقل من جو جديد على جو جديد على بيئة جديدة، كان الموضوع شوي صعب بالبداية. بس لما بلشت تحتك أكثر بالعالم هون، يعني تعامل معهم، حسيت أنه لا، مثل بيئتنا، مثل جونا، فما حسيت عاد بغربي، صار الموضوع أسهل وأبسط. بما أنه اخترت الجرافيك هون، فبلشت أطور من حالي وأشتغل على الموضوع، فحابي أنه أطور من حالي بعد أكثر، أشتغل على حالي أكثر واستقر بالعراق. لو بيوم من الأيام انحطيت بموقف أنك تختار بين قرارين، لازم توازن الأمور كلش زين قبل ما تتخذ أي قرار. إلزم ورقة وقلم، اكتب السلبيات والإيجابيات، وشوف أي قرار يناسبك أكثر. سمعتني؟ أي قرار يناسبك أنت أكثر مو غيرك، ما دام ما تأذي بأحد. أحياناً نعيش الحياة اللي الناس تريدها، مو الحياة اللي إحنا نحبها واللي إحنا نريد نعيشها. عيشوا بصدق، عيشوا بفرح، عيشوا بحب، وتعرفون شو رح أقول لكم، أهم شي شنو؟ تعيشون اللحظة. مع ألف سلامة.